وأكيد رجعنا وياكم بعدنا مستمرين بفقراتنا لهذا اليوم. اليوم عندنا فقرة نصائح يا رغدة. هذه النصائح تخص الأزواج ما بيناتهم، لكن اليوم النصائح تخص الزوج لزوجته. فربما كانت زوجتك منتبهة لك أكثر من الوقت الحالي، ربما كانت لا تطيق فراقك عندها. في الخصام الزوجي ولو لليلة واحدة وتأتيك مسرعة لطلب العفو والسماح، ولكنها الآن لم تعد كما كانت في السابق. إليك يا عزيزي الزوج على ما تخبرك بأن زوجتك لم تعد تحبك. أها. النقطة الأولى بسبب شنو؟ طبعاً قلة التواصل العاطفي دليل على أن زوجتك لم تعد تحبك مطلقاً. إذا لاحظت أن زوجتك لم تعد تهتم بالتواصل معك كما كانت تفعل في السابق، فقد تكون هذه العلامة من العلامات التي تخبرك بأن زوجتك لم تعد تحبك. طبعاً يا ثمر، قد تتجنب التحدث عن مشاعرها أو الاستماع إلى مشاكلك لأنها ببساطة لم تعد محبة لك. ابحث عن أسباب ذلك. وعندما تتوقف زوجتك عن الاهتمام بالأمور التي كانت تجمعكما معاً في مودة وألفة وتناغم وانسجام، فقد يكون هذه العلامة على أنها لم تعد تستمتع بوقتها معك كما كانت في السابق. نعم يا ثامر، ربما تجد أنها أصبحت تفضل قضاء وقتها بمفردها ومع الآخرين، وهذه علامة تخبرك أنها لم تعد تحبك، لكنها لا تكون سلبياً ولا تقف مكتوف في الأيدي. حاول أن تسترجع حبها. وإذا كانت زوجتك مشغولة بصفة دائمة عنك، سواء كان ذلك بحجة العمل أو تراكم الأعباء والمسؤوليات على عاتقها داخل المنزل وخارجه، وقد يكون ذلك من العلامات التي تخبرك بأن زوجتك لم تعد تحبك، تأكد من الأمر. ربما توجد أسباب أخرى وراء انشغالها الدائم عنك. وعندما تصبح ردود أفعالها باردة وغير مبالية تجاه الأمور التي كانت تهمها من قبل، فقد تكون هذه العلامة دلالة على أن زوجتك لم تعد تحبك. بسبب شنو يا ثامر؟ نعم، سبب الجمود. أها. لأن جمود المشاعر والتجاهل وعدم التفاعل مع مشاعرك ومواقفك يعتبر من العلامات الواضحة اللي تؤكد لك أنه صار جمود العلاقة. أكيد. وإذا كانت زوجتك تتجنب الحديث عن المستقبل أو عن أي تصرف وكأنها غير مهتمة بخطواتها المشتركة، فهذه علامة من علامات التي تخبرك بأن زوجتك لم تعد تحبك. فكيف لا تهتم الزوجة بمشاركة الزوج في تخطيط للمستقبل؟ اعلم أن الأمر قد يكون محيراً لك بدرجة كبيرة، لكنه يستحق منك البحث والاهتمام. تأكد من أسباب ذلك، وإن كان سبب ذلك تقصيرك معها، حاول جذبها إليك من جديد. هو الموضوع يم الزوج اليوم، والتصرفات اللي تكون أو التعامل اللي يجي فجأة بالضبط. المختلف بعد علاقة وبعد عشرة، صح المفروض أنه الزوج يكون منتبه لهاي. بالدرجة الأولى يا ثامر هو الاهتمام. نعم. إذا كان الإهمال من الزوج يسبب هذه التفاصيل، الاهتمام هنا. نعم. تكون العلاقة دائما تكون بها تجديد. مو هي المشكلة أكو أشخاص، يعني أكو فئة من الرجال، يعني تحياتي لهم، عندهم فقرة الاهتمام ملغية من حياتهم يعني صراحة. أكيد. أو تشوفيهم هم ويا زوجاتهم ما مهتمين، بس ويا الناس خارج البيت مهتمين. إذا كانت أخت أو أم أو حتى صديقة أو زميلة بالعمل مهتمين بها أكثر من زوجتهم. بالضبط. لازم لازم نكون الاهتمام بالدرجة الأولى. نعم. لأن هنا النفور بالعلاقة راح يسبب جمود وراح تخرب العلاقة كلها نهائيا. نعم. زين ثامر، شو تفضل انه يكون الاهتمام موجود بالعلاقه إيه؟ اساس العلاقه الاهتمام والصراحه بين الطرفين والثقه. اما النفور يا رغده من المواعيد الحب معك احد اقوى العلامات التي تخبرك صراحه بان زوجتك لم تعد تحبك، وذلك عندما يكثر عدد المرات التي تنفر فيها من العلاقه دون اي سبب منطقي وواضح. وايضا اذا كانت تتجنب التواصل معك باي طريقه اخرى كالعناق وما شابه، ففي ذلك دلالة قوية أنها لم تعد تحبك. لا تلمها وراجع طريقتك في التعامل معها. لكن لا تحزن عزيزي الرجل، فقد وجدنا لك حلولا تعيد البسمة والفرحة إلى حياتك الزوجية لنتعرف عليها سويا، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.